يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنقون الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم نحن في المجلس السابع من مجالس شهر الصيام. واليوم مع حديث اخر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين هذا هو الحديث وفي رواية وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغرق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة في هذا الحديث مسائل، المسالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصائم بأمور تحدث في هذا الشهر لا تحدث في غيره من الشهور. وذلك من فضل الله ورحمته بالمؤمنين، حيث أن الله عز وجل ييسر للصائم سبل التقوى وسبل نيل الدرجات وسبل الفوز في هذا الشهر. الذي هو فرصة ثمينة فرصة عظيمة فرصة لكل من اراد ان يفوز برضوان من الله ونعيم فقوله عليه الصلاه والسلام اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء قوله صلى الله عليه وسلم هنا فتحت ابواب السماء فيه ان اعمال الصائمين تفتح لها ابواب السماء فيستقبلها الله تبارك وتعالى، فيستقبل الله عز وجل أعمال الصائمين حينما يفتح لها أبواب السماء. وفيه كذلك إشارة لفضل الله عز وجل على عباده بأن يهيئ لهم الأسباب ليستجيب لهم الدعاء مع نزول الرحمة عليهم والسكينة عليهم في هذا الشهر. ثم هذا يدل كذلك أيها الكرام على أن الصيام بمنزلة عظيمة عند الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم: فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم الى اخر الحديث هذا يدل على عنايه ربنا عز وجل بهذا الشهر. وانه كما قلت يهيئ لعباده الطريق الذي سيفوزون اذا سلكوه. وفيه كذلك ما يزيد في نشاط الصائم وانه يتلقى شهر رمضان باريحيه. لأن قوله صلى الله عليه وسلم وسلسلة الشياطين وفي رواية أخرى وصفدت الشياطين هذا يدل على أن الله عز وجل قد منع في هذا الشهر عن عبده المؤمن كل ما يمكن أن يصرفه عن العبادة حيث تسلسل الشياطين وتصفد والشياطين هي التي تغوي بني آدم في الشهور الأخرى لكن في هذا الشهر يقل شر الشياطين. فالمراد بالشياطين في هذا الحديث هناك أقوال هناك من قال المراد بالشياطين مسترقو السمع منهم فقط يعني أن الشياطين التي تصفد وتسلسل في شهر رمضان المقصود بها مسترقو السمع الذين يسترقون السمع وأن تصفيدهم يقع في ليالي شهر رمضان دون بقية أيام السنة لأنهم كانوا منعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان القرآن ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ فزادهم الله تبارك وتعالى تسلسلا وتصفيدا مبالغة في حفظ هذا الذكر في حفظ هذا القرآن ثم أن الشياطين كذبا فسق يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء كما جاء ذلك في حديث فيسمعون الكلمة من علم غيب الله تبارك وتعالى عندما يوحي الله سبحانه وتعالى بالوحي أو بالأمر للملائكة فيسترقها هؤلاء الشياطين فيزيدون معها مئة كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس في الأرض فيحدثون بهذه الكلمة الصادقة والتي معها مئة كذبة فيحدثون بها فتن فتن كثيرة في مجتمع الناس حيث يتحدثون بها بين الناس فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة الواحدة التي سمعت من السماء كما جاء ذلك صحيحا في حديث إذن هذا هو القول الاول، القول الثاني المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين في شهر رمضان كما يستطيعون أو يخلصون إلى افتتانهم في غير شهر رمضان. لأن الصائمين مشتغلين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وقراءة القرآن والذكر وقيام الليل فهذه العبادات وهذه الشهوات المتروكة لا يجعل الشيطان طريقا لإضلال العباد ولافتتانهم القول الثالث المراد بالشياطين هم المرضى بعضهم الذين يطلق عليهم مرضة الشياطين لذلك جاء في حديث عن ابي هريره رضي الله عنه اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضه الجن فهذا الحديث فيه اشاره الى نوع الشياطين فقوله صلى الله عليه وسلم صفدت الشياطين ومرضه الجن تقييد لقوله صفدت الشياطين وسلسلت والدليل من القرآن قوله تبارك وتعالى: واخرين مقرنين في الاصفاد. القول الرابع من اقوال من الاقوال التي تفسر المراد بالشياطين ان تصفيد الشياطين في رمضان تصفيد الشياطين في رمضان فيه اشارة الى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد كفيت شر الشياطين قد كفيت شر الشياطين فلا تعتل ولا تعتذر بالشياطين ثم قول خامس حمل اللفظ على ظاهره فهناك من قال أن هذا الكلام النبوي يحمل على ظاهره فنقول بأن الشياطين يراد بها الإطلاق لكن الحديث الذي ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردة الجن هذا يرجح أن المقصود به مردة الجن أو العثاريت الشياطين والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا قيل في هذا الأمر كيف نرى الشرور والمعاصي واقعه كيف نرى الشرور والمعاصي واقعه في شهر رمضان كثيرا بمعنى ان هناك بعض الشرور وبعض المعاصي تكثر في شهر رمضان فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك الجواب ان هذا انما يقل عن الصائمين اي ان الشرور والمعاصي انما هي تقل عند الصائمين الصوم الذي تحققت شروطه ورعيت ادابه ثم ان المصفد من الشياطين كما قلنا هم المرده لا كلهم ثم ان المقصود من هذا الحديث النبوي تقليل الشرور في رمضان تقليل الشرور في رمضان وهو امر محسوس عند الصائمين عند الصائمين يرون ويلاحظون ان الشرور تقل في شهر رمضان ثم مسألة بقى, بقى بعض المعاصي وبعض الشرور هذا يرجع إلى النفس الأمارة بالسوء من العبد نعم هذا ما يتعلق بهذا الحديث نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منا صيامنا وقيامنا وأن يوفقنا جميعا و اقول قولي هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله